نعم، نعتذر للإطالة، أطلنا عليه. الأخ رياض تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عليكم ورحمة الله، السلام تفضلوا. ورحمة نعم. الله. أولا المداخلة وسؤال المداخلة، سمحت السيد رحم الله والديك وجزاك الله خير عن هذه الحلقات. وبالنسبة للسؤال، هذا النهج عند ابن تيمية، النهج التوحيدي، هل هو من ابتداعه أم هو سوق له فقط؟ يعني هل هو انشاه ام سوق له؟ واضح. ورحم الله والديكم رحمة جزيلا. الجواب حتى لا نتاخر. نعم دكتور. نعم. الجواب اعزائي انه شذرات لهذه النظريه ولهذا الاتجاه كان موجود عند قبل ابن تيميه، ولكن الذي اسس له ونظر له وكتب فيه ودافع عنه وحاول ان يستدل له استدلالا عقليا ونقليا هو ابن تيميه، والذي سوقه الان في زماننا المعاصر هم الوهابيه واتباع ابن تيميه. نعم. الأخ محمد من السعودية تفضلوا.